يعني محدش منكم عارف هو راح فين؟ لو عارفين أكيد ما كناش هنخبي ولا كنا هنسيبه من الأصل يتحرك بالمركبة ويعرض نفسه لمخاطر الفضاء. أنت يا مارو أكتر واحد عارف شر الكائنات الفضائية وخطورة الوصول لكواكب جديدة. واضح إن القوانين الموجودة مش كفاية عشان تسيطر على الإهمال اللي في الكوكب. لا وزراء بيشوفوا شغلهم ولا أهل بيسيطروا على أولادهم. نطمن على أوز ابن عمي وبعد كده أي حد غلط هيتحاسب على غلطته. مولاي قوات البحث الكوني وصلت لنتائج جديدة، قدرنا نرصد مسار الطاقة الكونية المنبعثة من سفينته وعرفنا مكانه. سكت ليه؟ كمل، وصل فين؟ أوز وصل لكوكب جديد على بعد 500 مليون مليون كيلو متر. يعني عدى المسافة اللي انت وصلت لها بأضعاف. فوضى يعرض حياته وحياة كل اللي على الكوكب للخطر عشان شوية لعب عيال. اوقفوا كل الاحتفالات، احنا في حالة حرب مع الكوكب اللي وصلوا أوز عشان ننقذه من هناك، ولازم نجهز كل قوتنا. يعني انت مغنواتي؟ كنت، بس الايام دي راحت. شوف لحل يا شنطور، ده انا محدش بيجيبني لا في فرح ولا في حفلة ولا حتى في رحلة للقناطر. يا بخور مسحور للفضور. يا عم ما تستعبطش بشوية النار وحبة أشعار، جيب بالآخر وما تخليناش نلف ونلف وندور. ولا انت شكلك كده ما بتفهمش في السحر ولا ايه؟ وانا لسه عملت حاجة؟ انا لفيت على 100 ساحر قبلك واعرف الساحر كده بقى من طلته، وانت كل اللي بتقوله سمعته من ناس قبلك كتير ياما. فلو انت فاكر انك انت هتسرح بيا يبقى انسى. يا غين يا ليلي يا ليلي يا ليلي يا ليلي يا 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 ليلي، انا ما يضحكش عليا يا عسل. لا مؤاخذة، شنطوري مش زي اي حد قابلته قبل كده. انا بعمل العجايب. استر يا رب. يا امير الاشجار، يا شجره وملك التعاويذ والصحراء، اصبحت تحت امري تنفذ في الحال سحري. شوف الراجل ده ماله علشان نريحه وناخد احنا ماله. اظن كده اتأكد. ايدك بقى على الفلوس، هات هات اوعى تحوش، ايدك على كل القروش، هات هات. انا مش قادر اتكلم، حاسس بصداع جبار، صداع صداع. انا برضو راسي بتوجعني بتوجعني، مش قادر اشوف كويس. اطمن، دي بشرة خير. ازاي يعني؟ طالما تأثرنا كده يبقى السحر مفعول وابتدى الشفا. لا عارف اتحكم في تفكيرهم ولا قادر اوصل افكاري لدماغ بكار عشان يعرف انا فين. واضح ان مخ البشر معقد اكتر ما انا كنت متخيل. كل اللي بيحصل لهم شوية صداع. لو مخ البشر معقد يبقى في حل تاني. دي بيانات كاملة بموقع الكوكب اللي متواجد فيه أوز، اسمه الكوكب الأزرق. الكوكب كله دلوقتي في خطر، وكرسي الحكم في خطر أكبر.
اوعى تفتكر انك مش هتتحاسب على اللي حصل ده، بس اخلص من الورطة دي. بس سيادتك عارف ان اوز ما خالفش القوانين. تبقى القوانين غلط، والقوانين كمان لازم تتغير. اوامرك. الكاميرات جاهزة، في خلال 3 ثواني هتكون على الهواء بتذيع كلمتك للشعب. 3، 2، 1 ابدأ. ابناء الكوكب الابيض، طبعا كلكم متعودين على ان اتكلم معاكم في الاحتفالات السنوية، بس النهاردة للأسف احنا اضطرينا نلغي الاحتفال. احنا وصلتنا من شوية رسالة من اوز ابن عمي، بيبلغني انه في معركة كبيرة مع سكان الكوكب الازرق المعروف باسم كوكب الارض. انا مضطر ابلغكم ان اوز في خطر، وكوكبنا كمان في خطر. كل الكوكب الابيض من اللحظة دي لازم يستعد لمعركتنا الكبيرة مع كوكب الأرض. أنا اديت أوامري لكل القوات بالاستعداد لرحلتنا لاحتلال كوكب الأرض.